تحتل المركز الأول عربيا في الإصابة بمرض السمنة. ومرض السمنة والسكري والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة المنتشرة في المجتمع، لو فكرنا فيها راح نلاقي أن حلها في الغالب بصناعة وعي في أفراد المجتمع. ومن يومها وابتدى المشوار عندي مشوار هدفه التوعية، وهدفه خلق جيل شبابي قادر على التغيير، واعي بسلوكياته وتصرفاته اللي ممكن تأثر على صحته وصحة الناس من حوله. وحتى نانا مؤمنة إن أطفالنا هم أمانة برقبتنا، وهم الجيل الواعد الصاعد اللي مفروض نعزز فيه العادات الصحية السليمة ونبعدهم عن كل ما يضرهم ونراعيهم، ونحاول على كثر ما نقدر نجنبهم الأمراض مثل السكري وغيره، لأن بالنهاية هو مستقبل الكويت. وما ننسى أساس هالبلد أهلنا وناسنا كبار السن، مسؤوليتنا تجاههم أكبر بوايد من أن نتساهل متابعتهم حق الأمور الأساسية الصحية البسيطة مثل الضغط والسكري. متابعة الأشياء هذه تشكل فرق شاسع على صحتهم. قررنا أن ما نقعد مكاننا بس، لكن أن نجتمع ونفكر ونخطط لين ما نوصل لحل يساعدنا في تحقيق رؤيتنا. هدفنا تثقيف الناس اللي حولنا، وأن نساعدهم أنهم يتخذون الخطوة الأولى ويبدون التغيير اللي ممكن يحافظ على حياتهم وصحتهم وحياة اللي حولهم. لأن باختصار ألزم علينا صحتك وصحة الجميع. And because your life matters. Tobias Hospital. أول شيء مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية على هالفيديو هذا. ما أدري قاعد نتكلم ساعة عن الفيديو، فأنتوا اللي مسوينه كلكم والطلبة كلهم موجودين بالفيديو صح؟ إيه العمل واللي ورا الفيديو بعد أكثر. بعد اللي ورا الفيديو. لا زين كواكم الله. بس قبل لا ندخل في تفاصيل المعرض ما شاء الله اللي هم قاعد يسوونه والأنشطة داخل الكلية، أبي أعرف كل واحد فيكم شنو تخصصها بالضبط؟ متخصصين طب بشري بسنتين؟ إيه ثنتا طب بشري. وجروبكم كامل أكيد أنتوا كلكم من نفس التخصص ولا كل شخص؟ كلنا طب بشري. كلكم نفس السنة صح؟ آخر إيه؟ آخر سنة؟ لا هي الحملة. السنة الرابعة. إيه هي الحملة من جميع المراحل يعني. من جميع المراحل. إيه لا يعني أنتوا تخصصكم متى تخرجون؟ إيه. إحنا إن شاء الله هالسنة أول تخرج وبعد ثلاث سنين تالي. هو في تخرجين ها؟ نعم. إن شاء الله الله يسهل إن شاء الله. الله يسهل الدرب. إنزين خلينا نتكلم الحين أنتوا سويتوا معرض ها؟ ويقولون طلب الطب يعني معقدين كله يدرسون ما عندهم سوالف معرض وأنشطة وهالسوالف هذه، في وقت لكم تسوون هالأنشطة وهالمعارض هذه؟ طبعا شوف تنظيم الوقت كل شيء جايز، يعني تقدر تسوي اللي ببالك ما دام انك نظمت وقتك بشكل سليم. أي. وكونك انت كطالب طب مسؤوليتك مو مقتصره بس كدراسه جامعيه، يعني المفروض انك تطور من نفسك وتطور من المجال اللي انت فيه، فحبينا ان ناخذ هال يعني as they say a step forward ونوعي المجتمع بمبادره طبيه طلابيه بحته، بحيث ان نطلع بشكل جديد ومنهج جديد نقدر نساهم في توعية المجتمع فيه. يعني هنوف الحين هي هذه الحملة اجتهاد منكم أنتوا كطلبة. أيه. مو إن مثلاً الكلية طلبت منكم اجتمعت معاكم قالوا لكم مثلاً شو رأيكم تسوون لكم شيء مثلاً. لا والله. أنتوا. هو إحنا الفكرة نطلعها تقريباً كل سنة قاعد نسوي وكل سنة نطور من السنة اللي قبلها، وكلها مجهودها طلابي بحت. بس طبعاً أكيد دكاترتنا يشجعونا يعني يساعدونا، وفي شكر خاص يعني حق دكاترة وايد وقفوا معنا ساعدونا مثل دكتور محمد الصفي، دكتور سالم الكندري، دكتورة فوزية الكندري، ودكتور بعد منو كان عبد النبي العطار وهو رئيس وحدة السكري في مستشفى الأميري، ودكتور سالم الكندري وأحمد العنزي، وأحمد العنزي هو رئيس رابطة رئيس الجمعية الطبية الكويتية، ودكتور أحمد عبد الملك وأتوقع الكل يعرف هو ناشط في المجال السوشيال ميديا وطب العائلة. فحاولنا ناخذ من كل مجال دكتور ممكن أنه يخدم الحملة، والحمد لله كلهم دعمهم يعني فوق الممتاز وحابين هالمبادرة منا، فشيء وايد يعني شرفنا. حلو. أنا يعني هذه أول سنة ولا كذا سنة أنتوا سويتوا هلا؟ هو الفكرة طلعناها تقريبا من 2016. ايه؟ بلشنا أن نفكر أن ما نختصر بس علينا إحنا، إحنا كنا حلم ركزين مثلا بدراستنا مؤتمرات عشان نطور معلوماتنا وبحوثنا، لكن بعدين شفنا أن حتى مجتمعنا لازم نلتفت له،
فأسسناها تقريبا من 2016 لما احنا كنا كقائمة طبية كنا جزء او ماسكين الرابطة في كلية الطب. فبلشنا ب 2016 ردينا سوينا ب 2017 2018 الحين سويناها لكن طورناها اكثر من اللي اكيد قبل. كل سنه تشوفون اخطائكم تشوفون شغلات ونركز على الاكثر الاشياء اللي الناس تتجاهلها مع انها هي موجوده قدامهم. ضغط سكر الكل يعرف اهميه الضغط والسكر والفحص الدوري لكن هم يتجاهلونها يمكن كسلا يمكن زين ملاك انتم الحين ما شاء الله لما تقررون الحمله ومثل ما ذكرت هنوف ان كل سنه تحاولون تطورون وتطلعون بشيء جديد بحمله توعويه على شيء تركزون فيه غير عن السنين اللي طافت. اختياركم لهذا الموضوع يعني احنا شفنا قبل شوي الفيديو مع المشاهدين شلون قررتوا ان انتم تركزون؟ شفنا يمكن كان موضوع التدخين كان في صح وكان في موضوع اخر صحه الاطفال. صحيح هذا هو هدف الحمله او في رسائل اخرى؟ الحمله طبعا غير عن كل الحملات اللي تمت وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى يعني كليات الصحة في الكويت. ليش؟ لأن هالحملة مقسمينها لثلاث أقسام. القسم الأول مختص الاستشارات الطبية من قبل الدكاترة اللي ذكرناهم، والقسم الثاني مختص الفحوصات الدورية كالضغط والسكر، وعندنا فحص التدخين. وطبعا هالفحوصات جدا مهمة لأن في عادة ما يكون أنه الواحد ما له خلق يفحص وما يدري اللي وش اللي فيه، يعني ممكن يكون عنده ارتفاع في ضغط الدم وما يدري وهالشيء يعني ما هو بالساهل. فلما أنت تعطيها الفحوصات الدورية بشكل يعني غير مباشر بالضبط انه مو يروح المستوصف وكذا، هالشيء ممكن ان يعني يجذبه من ناحيه انه لا لازم انت يعني تاخذ قرارك على شيء معين. والقسم الثالث مختص قسم الاطفال المخصص، عندنا طبعا مو العاب لكن نسوي لهم عادات ومسابقات بحيث انه يعززون العادات الصحيه السليمه ونزرع فيهم الشغف الطبي ان شاء الله من الصغر. ما شاء الله. انزين احنا خلينا نتكلم عن من الشريحه المستهدفه في هالحمله هذه، الصغار ولا الكبار ولا نفس ما قالت ملاك احنا مستهدفين كل الفئات العمريه، يعني كل فئه عمريه حاطين لنا هدف وهذا مثلا كبار السن احنا حيل او من فوق عمر 30 خاصه احنا نهتم بالسكر الضغط الكوليسترول. فئه المدخنين اللي تشكل وايد من الكويت مدخنين صح. في عندنا راح نسوي مثلا في تيست يسمونه البي اف ار البلمونري فانكشن تيست اللي هو قياس يعني كفاءه الرئه، فنقدر نشوف اذا كان الرئه عندهم تعبانه يعني انه بنشوف يتخذون قرارات مبكر من الحين، وكذلك ان الاطفال والكل يعني يقدر ان شاء الله. جاسم هو في بعد فيديو ثاني هم يخص الحمله فخلنا نشوفها مع المشاهدين ونرجع. انه شفنا هذا الفيديو الحين انتم قاعد تتواجدون يعني غير ان انتم مو بس بالكليه قاعد تطلعون برا للجمهور قاعد تحاولون تتواصلون بشكل مباشر معهم، شفنا ان انتم قاعد تسوون بعض الفحوصات. عندنا ضغط نفس ما ذكرنا قياس الضغط، عندنا قياس السكري، عندنا فحص كفاءه الرئه بجهاز يقيس في مدى كفاءه الرئه ومدى صحتها وخاصه هذا الشيء للمدخنين يعني خصوصا المدخنين. حلو استاذ خلينا نتكلم عن اول شيء الشعار غيرته. اي غيرته كل سنه على ثيم معين
وقاعد نجددها يعني مع سنوات. انزين، وهالحملة وين راح تكون؟ وليش اشمعنى يعني بهالوقت هذا اللي سويتوه؟ اشمعنى بهالوقت؟ لان احنا تونا مبلشين دراسة، واتوقع الكل بلش سنة جديدة، فليش احنا ما نعطيهم دافع يغيرون من عاداتهم ويبلشون سنة صحية جديدة ومهتمين بصحتهم؟ كذلك ترى الحملات هذه لها جانب نفسي كبير علينا احنا كطلبة، وبوقت لما نمر بالامتحانات والوقت الصعب هذا يكون له تشجيع كبير. يمكن كلمة سمعناها من المرضى اللي مروا علينا يعني تخليني اكمل ادرس وانا بسعادة. وراح تكون ان شاء الله بالافنيوز يوم الخميس باكر من العصر ان شاء الله ليوم السبت، وليوم السبت الجمعة والسبت راح يكون من الساعة 10 الصبح ل 10 بالليل، باي وقت اي احد يقدر يمرنا ويشارك معنا. حلو. شنو اصعب شيء ممكن يواجهكم غير ان انتم تنسقون بين دراستكم، لان دراستكم صعبة وبالنهاية يعني هذا شغلتكم اللي ما في مجال ان انت ومثلا على ماشي تدرسون وكذي، لازم تكونوا مركزين. لما تجينوا تنظمون مثل هذه الفعاليات شنو اصعب شيء تحسون وهذه المرحلة صعبة عشان احنا نطلع بهالنتيجة؟ اول شيء الدعم المادي والدعم المعنوي، هذا يعني هذا اهم نقطتين، لان اول شيء الناس ما قلت لك هذا الشيء طالع من طلبة يعني لا هو من إدارة جامعية ولا هو من دعم جامعي، فهالشيء كله قاعد يطلع من مجهود طلابي بحت، يعني اللي احنا يعني اللي نساهم فيه من رعايات من كذا، فقاعد نحاول كثر ما نقدر يعني ناخذ من جميع النواحي حيث ان نطلع الحمله ان شاء الله بشكل سليم. يعني يعطيكم العافيه بصراحه. انزين، ما دام انتم قلتوا بالتخرجون، شنو اللي تبون تخصصونه كدكاتره؟ تو الناس حيل، بس يعني كل احد يعني احنا كل ما نقعد ندرس اكثر واكثر، كل ما ندرس شيء يعجبنا في شيء بعدين يطلع لنا شيء ثاني احلى مثلا، فالحين مو مستعد. فالحين محتارين. اي يعني بعد السنه السابعه يلا تقررون وين تبون تروحون؟ ان شاء الله. اتمنى. زين شنو يعني احنا عندنا دائما يعني طلبه الطب لما تطلعون وتروحون المستشفيات تكونون مع الدكاتره يشرفون عليكم، هذا التدريب صحيح. احنا دائما عندنا تصور ان اول درس تاخذونه التشريح وعلى طول على طول هذا جراحه ودم على طول كذي، ولا انتم تدرجتوا اول شيء تحليل دم وكيس؟ لا كان زين، احنا اول سنه كان عندنا سنه تمهيديه، ثاني سنة عاد هذه اللي الطب يبلش فيها. أيه؟ ثاني سنة فورا، هذا يمكن الساعة 8 الصبح مشرحة على طول على طول قبل دش المشرحة تصبحين دش المشرحة. فعلشان شوي تعودون على هالوضع صح؟ هو أكيد أول شيء يصدمونكم بالتشريح تشريح بعدين علشان تاخذ شنو صار معاكم صح ولا يعني؟ أنا غلطان؟ هذه يقولون كذي ما أدري عاد. هنو أي هي تصير يعني المشرحة مثلا إذا بفتح يومي المشرحة يعني خلاص يعني ما في شيء أسوأ من هذا الشيء راح أشوفه بيوم الثاني يعني راح تحمل كل شيء. دشين طب؟ لا الحمد لله تخرجت ثاني قاعد هي يقدم مذيعة ويا وأنت موجود هني والحمد لله. إحنا نتمنى لهم هم التوفيق إن شاء الله، هم دكاترة المستقبل، إحنا اللي قاعد نسلم نفسنا لهم، فنتمنى يكونون هم أكيد قد المسؤولية. الله يوفقكم، جميلنا نشوف بنات يعني جميلات قلبا وقالبا قاعد تاخذون من وقتكم من دراستكم قاعد تسوون مثل هالخدمة المجتمعية للكويت وحق كل أكيد اللي موجودين، فقواكم الله. هي راح تكون بس هذه بس أول السنة، ما راح تصير بعد مرة ثانية خلينا نقول؟ ممكن يصير، ممكن تصير في حملات ثانية، مثلا هذيك السنة سوينا بداية السنة كذي بشهر 3 تقريبا سوينا حملة خاصة بالسكري بس. حلو. تصير بين فترة وفترة تصير في حملات. موفقين والله بصراحة، احنا استمتعنا وياكم وشفنا المجهود بالفيديوهات يمكن مع المشاهدين، فعلا يعني على مستوى كل شيء اللي شفنا صح. ما تقولون انهم طلبة يعني الطب، بسم الله عليهم، الله يحفظهم ان شاء الله ويسهل دروبكم، ونشوفكم ان شاء الله المرة الجاية عتيوا لنا. لا باقي لهم وايد، لا بعد احنا كنا في مكان ثاني عاد حزتها، بس ان شاء الله يا رب نشوفكم ان انت تخرجتوا وكل واحده اختارت التخصص اللي تبيه. شكرا من لتش ملاك وهنوف طالبات طب بشري في كليه الطب، قواكم الله ويعطيكم العافيه.